السلام عليكم. طيب، نعم سؤال لو سمحت. تفضل. أريد قريب لي عليه مبلغ مالي نقد، يعني لزواج بنته. ها؟ عليه مبلغ مديون بمبلغ لزواج بنته، هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر لي؟ يعني شخص مدين؟ هو مدين بس قريب، يعني قريب، في قرابة بيني لا. وبينه يعني. هل يلزمك الإنفاق عليه؟ لا، هل هو مدين بحق أم مدين بباطل؟ أعلم أنه مدين عشان جواز بنته. أيه. بدون تبذير؟ لا، حالته عادية يعني. يجوز إخراج الزكاة له زكاة الفطر يجوز إخراجها لي؟ إذا كان فقيراً.